Aw, animals. عقاب شجاع يرفض مغادرة عشه على جسر تشيسابيك باي. الطائر اختار بناء عشه في هذا المكان الذي يقع تماما أمام كاميرا مراقبة لحركة المرور، ولتحصل سلطة المرور لجسر تشيسابيك باي على رؤية أفضل، أرسلت بعض العمال لإزالة العش. أزال العمال العش مرتين، لكن الطائر يرفض التخلي عن هذه البقعة المميزة التي تطل على البحر، حيث يعيش السمك غذاؤه المفضل. العقبان تتمتع بمزاج لطيف وأخلاق جيدة، فهي لا تصخ من الآخرين مثل البعض.